افضل. فانا كلمت الراجل ما قالش حاجه. الاقلام دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ دكتور مصطفى سابها؟ نسيها؟ كويس. مصلحه. عموما النهارده ان شاء الله بقى نبدا الامبريولوجي بتاع البيتويتري جلاندز، وناخد معاها كمان السوبرا رينال، لان هي البيتويتري اصلا ما تاخدش 5 دقايق على بعضها يعني، والسوبرا رينال 6 دقايق ونص. ف ايه والثايرويد والباراثايرويد ممكن 10 دقايق. ممكن نخلص كل الاندوكراين بصراحه، وما اعرفش هم مبحبحينها علينا قوي في الاندوكراين كده. ايه نخلص اليوم وبعدين نفك بقى يعني. بالنسبه لي البيتويتري جلاند، احنا علشان البيتويتري بقول لكم الامبريولوجي بتاعها قليل، فشويه ناخد اناتومي وبعدين ناخد الامبريولوجي بتاعها. والاناتومي لسه واخدينه من شويه مش كده؟ الحمد لله زهقانين منه. ها يعني بالنسبه لي البيتويتري جلاندز دي بيسموها الهايبوفيسيس سيريبراي، بيسموها الهايبوفيسيس ايه سيريبراي. دي انتوا لما خدتوا الكرينيال كافيتي كان في حاجة اسمها انتيرو كرينيال فوصة، وفي حاجة اسمها الميدل كرينيال فوصة والبوستيرو كرينيال فوصة. هنا يعني بقول لك لو كان في الخير ما كان رماه الطير يعني. عارفين المثل ده؟ الاقلام بتاعتي احسن. الله شوف الحسن. يعني رسم كروكي سريع كده، فاكرين كان في هنا حاجه اسمها الايه انتيرو كرينيال فوصة، اللي كان فيها الكريب ريفورم بيت اوف ذا سبوين بون والكريستا جالي. السكشن بتاع العملي اللي جننكم المره اللي فاتت ده، طالعين متجننين من العملي من الاسامي، بس والله يعني ما تاخدش برده دقيقتين في المراجعه بتاعتهم. هنا في حاجه اسمها الليسر وينج اوف ذا سفينويد، وبعد كده اهوت الميدل كرينيال فوصة، في النص حته اسمها البودي اوف ذا سفينويد. على الابر سيرفيس بتاعه البودي اوف ذا سفينويد في حفره، دي بتسميها الايه هايبوفيزيال فوصة، اسمها هايبوفيزيال فوصة. هذه الهايبوفيزيال فوصة نايمه فيها حته جلاند محترمه صغيره كده جميله اسمها بيتويتري جلاند، اسمها البيتويتري ايه جلاند. البيتويتري جلاند بتاعتك بتتقسم الى تو بارتس. انتيرور بارت ده بيسموه الادينو هايبوفيس، وبوستيرور بارت اسمه نيورو هايبوفيس، او بيسموها الانتير بتويتري وبيسموها البوستيرور ايه بتويتري، او انتيرور لوب وبوستيرور لوب، او ادينو هايبوفيسز ونيورو هايبوفيس. دي بتبقى كونكتد مع حته من البرين كده بتسميها الهايبوثالاموس، في كونكشن ما بينهم وبين بعض، في حته بنسميها الانفانديبولم. دي بتكونكت هذه البتويتري جلاندز مع حاجه بتسميها الايه الهايبوثالاموس. وفي الهايبوثالاموس بتاعي في سيلز اسمها نيورو سكريتوري سيلز، والنيورو سكريتوري سيلز دي بتنزل الهرمونز بتاعتها، بتستيميوليت البيتويتري جلاند تو سكريت الهرمون، والبيتويتري جلاند الهرمونز بتاعتها بتافكت موست اوف ذا اورجان اوف ذا بودي، علشان كده بيسموها الماستر جلاند اند ات از اسينشال فور ذا لايف. خلاص دي الماستر اندوكراين جلاند وات از اسينشال فور ذا ايه فور ذا لايف. فهنا
بيعيدوا كمان الادينو هايبوفيسيس بتتقسم الى ثلاثة بارتس. جزء بيسموه بارز ديستالس او انتيرور بارت، خلاص، وفي جزء تاني بيسموه بارز انترميديت. وفي جزء من فوق كده بيسموه بارس ها تيوبراليس، اسمه بارس ايه تيوبراليس. يبقى الادينو هايبوفيسز عباره عن ثلاثه بارت، بارس ديستاليس، بارس انترميديا، اند بارس تيوبراليس، والثلاثه دولت بيسموهم ادينو هايبوفيس. والبوستيرور بارت بيسموه البارس نيرفوزا، بيسموها بارس ايه نيرفوزا. ماشي الكلام؟ هنا البيتويتري جلاند ليها دبل اوريجين، دبل اوريجين، والاثنين اكتوديرمال ان اوريجين، يعني او دبل سورس عفوا، يبقى نسميها صح دبل سورس، والاثنين سورسز بيبقوا ان اكتوديرمال ان اوريجين. يعني البيتويتري نفسها بقى هتبقى اكتوديرم، ولكن جايه من حتتين، واحده نازله من البرين، واحدة طالعة من الماوس. حتة طالعة من البرين descends downward from the brain، وحتة ascends upward from the roof of the mouse. ماشي كلام؟ ولكن الاثنين هيبقوا ايه يا رجالة؟ ectodermal in origin. Two sources، الانتيرو بتويتري او الادينو هايبوفيسس طالعة من حتة، والنيورو هايبوفيسس طالعة من حتة، ولكن الحتتين اللي طالعة منهم البتويتري جلاند دي هيبقوا اكتوديرمال ان اورجن. فاكرين دي الكرينيال كافيتي بتاعتك؟ من قدام انتيرو كرينيال فوسا، وبعدين الميدل كرينيال فوسا، وبعدين البوستيرو كرينيال فوسا. والله انا كان معايا بريالين من مهجه بس خلص، فضيحه بثلاثة ريال خمسة، ضحك عليا، هو المفروض بريالين خلص. شايفين كده ده الانتيرو كرينيال فوسا، كريبري فورم بليت اوف ذا سمويد بون من قدام، وفي الكريستا جالي، بعد كده ده الليسر وينج اوف ذا سفينويد. شايفين الحفره اللي في النص دي؟ دي اللي هي هتبقى عباره عن مين؟ الهايبوفيزيا الفوسا. دي هتبقى الهايبوفيزيا الفوسا او البيتويتري فوسا. على فكره في ثلاث حاجات بيعملوا حاجه اسمها السله تيرسيكا. سمعت عن حاجه اسمها السله تيرسيكا؟ السله تيرسيكا دي عباره عن ثلاث حاجات مع بعضهم. الحفره دي كده بتبقى ثلاث حاجات، حته من ورا كده بنسميها الدورسال سيلي، وبعدين الهايبوفيزيا الفصه نفسها، وحته من قدام كده اهوت حته تيوبريكل صغير كده. فالثلاثه على بعض دول بنسميهم السله ايه ترسك، اللي هي تبقى اللجام بتاعت الحصان بيسموها، دي اسمها السله ايه ترسك. البيتويتري جلاند بتاعتك دي بتبقى متغطيه بحته فولد من الديوره كده، بنسميها ديافراجما سيلي. حته فولد من الديوره مغطياها بنسميها الديافراجما سيلي، والديافراجما سيلي دي فيها فتحه في النص بس كده، عشان بيعدي منها حاجه اسمها الستوك اوف ذا بيتويتري جلاند، حته كده اسمها الستوك اوف ذا بيتويتري، عشان تعديها على الايه الهايبوثالاموس او الانفانديبولوم. البيتويتري جلاند بتاعتك الريليشن بتاعتها من فوق ديافراجما سيلي اللي هتفصلها عن حاجه اسمها اوبتيك كيازما. اوبتيك ايه كيازما؟ عارفين ايه الاوبتيك كيازما؟ ايه هي الاوبتيك كيازما؟ كروسنج اوف ذا، مش الاوبتيك نيرف بقى نيزل فايبر اوف ذا اوبتيك نيرفز. يعني احنا عندنا ادي لو دي عين ودي عين، وطالع منها نيرف كده اسمه اوبتيك نيرف واوبتيك نيرف، خلاص.
في فايبرز طالعه بتسميها نيزل فايبر وتمبرال فايبر. نيزل فايبر اللي هي الفايبر اللي ناحيه النوز، والتمبرال فايبر اللي ناحيه بره. خلاص، يعني هنا في فايبر دي بتسميها تمبرال ودي بتسميها نيزل، دي تمبرال ودي بتسميها ايه؟ نيزل. خلاص، النيزل فايبر بتاعتك دي بتكروس للاوبوزيت سايد، انما التمبرال فايبر بتمشي في ذا سيم سايد. حته الكروسنج بتاعه النيزل فايبر دي بتسميها الاوبتيك ايه؟ كيازما. على فكره النيزل فايبر بتشيل حاجه اسمها التمبرال فيلد، والنيزل فايبر بتشيل التمبرال فيلد، والتمبرال بتشيل النيزل، كانك انت الشعاع نازل على الطبق بتاع الريسيفر، ها الدش من فوق كده اللي بيجي من تمبرال ينزل ناحيه الايه؟ النيزل، واللي بيجي من ناحيه النيزل يروح ناحيه الايه؟ التمبرال فيلد. فهنا البيتويتري جلاند بتاعتك بتبقى ريليتد للاوبتيك كيازما، سوبيريورلي ريليتد للاوبتيك ايه؟ كيازما. والاوبتيك كيازما فيها النيزل فايبر، علشان كده لما بيجي يحصل تيومر في البيتويتري جلاندز بتدوس على النيزل فايبر، فبتعمل حاجه اسمها بايتمبرال هيمي انوبيا. بايتمبرال هيمي انوبيا يعني ايه؟ بايتمبرال هيمي انوبيا يعني الواحد ما بيشوفش على الجناب بتاعته يمين وشمال، بيشوف قدام بس، والناحيه دي اسود والناحيه دي اسود، وهو ماشي في الشارع يخبط في الناس اللي حواليه، وهو نازل على السلم بيخبط في الحيطه اللي جنب السلم لانه مش شايف. خلاص، فهنا البيتويتري بتاعتك هتبقى ريليتد من فوق لمين؟ للاوبتيك كيازما، وبعد كده من تحت هتبقى ريليتد للبودي اوف ذا سفينويد، انفيريرلي ريليتد للبودي اوف ذا سفينويد اللي فيها حاجه اسمها سفينويدال اير ساينس، وعلى الجنبين بتوعها في حاجه اسمها كافيرنس ساينس، في ساينس كده جوه الكرينيال كافيتي اسمه كافيرنس ايه؟ ساينس. وبوستيريرلي من ورا على الحته دي اللي اسمها دورسام سيلي، بصراحه الامكانيات والاستعدادات غير طيبه بالمره. طب راح فين الكورسر هنا؟ بيروح فين يا محمد؟ البيتويتري وهي نايمة في الحفرة بتاعتها في الهايبوفيزية الفصة، شايفين اللي تحت ده بيبقى عبارة عن البودي اوف ذا سفينويد، وفيها الفتحه الكبيره دي اللي اسمها سفينويدال اير ساينس. من ورا الحته السلوبنج دي بتسميها دورسام سيلي، وبتبقى ريليتد لحته من البرين ستيم اسمها البونز، والبونز قدامه ارتري اسمه بازيلر ايه؟ ارتري. الكلام ده كله عارفينه ولا انا مع نفسي؟ مع نفسي؟ مش خدتوها في الاناتومي؟ ها؟ مش خدتوا ريليشن ولا ريليشن ما خدتوهاش؟ مفيش حد معاه اي حاجه؟ طيب عصايه نشاور بيها، فين البتاع فين الخشبه ولا الماسوره الحديد ولا فين الريموت؟ امال جاي متاخر ليه؟ احنا قلنا انت متاخر عشان معاك الريموت. ده اوبتيك كيازما دي فايبرز نيرف، يعني النيرف مع نيرف يعملوا كده، يعني كلمه كيازما معناها كريس كروس. ها؟ لا، الكفرنج بتاع النيرف نفسه بس، نيرف يعني نيرف فايبرز، مش ماشيه جوه بون ولا حاجه يعني. هقول لك حالا بس لما يجي جاها عشان ما تفوتوش الحته دي يعني.
بعد إذنك ها؟ زي السلم زي الصح بص يا شباب ده كده بيبقى السجتال سيكشن في السكال واخده حته من الهيد والنيك ده كده كل ده هيبقى عباره عن البرين ده العظم بتاعنا دي الفرونتال بون ودي فيها فرونتال اير ساينس بعد كده تنزل ده عباره عن الروف بتاعت النيزل كافيتي ده اللاترال وول اوف ذا نوز حته العظمه الكبيره قوي دي البودي اوف ذا سفينويد اللي جواها ده سفينويدال اير ساينس اسمه سفينويدال اير ساينس الحفرة دي بتسميها الهايبوفيزيال فوسة هايبوفيزيال فوسة نايمة فيها الجلاند الحلوة قوي الصغننة دي البيتويتري جلاند البيتويتري جلاند بتاعتنا بتبقى كونكتد من فوق كده بحاجة اسمها الانفانديبولم للحتة اللي تحت دي اسمها الهايبوثالاموس دي اسمها هايبو ايه ثالاموس ان البرين بتاعنا بنقسمه لحاجة اسمها فور برين وحاجة اسمها الميد برين وحاجة اسمها الهايند برين حاجة اسمها الفور برين وحاجة اسمها الميد برين وحاجة اسمها الهايند برين الفور برين بتاعنا في حاجة اسمها بروزين كيفالون او سريبروم وداين كيفالون بيبقى عبارة عن حاجة كورتين صغيرين او منظرهم عامل زي البيضة كده بطين اتنين اوفالين شيب اورجانز كده اوفالين شيب اسمهم ثالاموس او ثالاماي ده شايفين الكرة المدورة دي اسمها ثالاموس الحتة اللي تحتها اسمها الهايبو ثالاموس الحتة اللي تحتها اسمها ايه هايبو ثالاموس يبقى دي اسمها ثالاموس ودي اسمها الهايبو ايه ثالاموس البيتويتري جلاند بتاعتك بتبقى كونكتد مع الهايبو ثالاموس عن حتة صغيرة كده اسمها الانفانديبولم لان البيتويتري بتاعتي بتطلع من الداين كيفالون نفسه او من يعني الفلور بتاعت حاجة اسمها الثيرد فنتري لا 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 سوبرا ثالاموس ايه دي اسمها ثالاموس والحته اللي تحت دي اسمها الهايبو ايه ثالاموس في بتاع صغيره مدوره كده دي اسمها الماميلاري بودي لا ده احنا عايزينه ما بيشغلش ضرب ايه طب الله يخليك هتقولنا على طول يعني ما يجيش القاعات دي كلها لو اتجهزت وتعملت بكمان مش 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 ريموت عادي من الريموتات التانية المحترمة واللي ما يجيش واحد على مليون من ال أربع قاعات بنتناول بيهم ريموت واحد زي ما قلت لحضراتكم ان البيتويتري بتاعتك عبارة عن two loops anterior loop و posterior loop والanterior loop بتاعنا سمناه adeno hypophys والposterior loop بتاعنا سمناه neuro hypophys والanterior loop بتاعنا بيعاد تقسيمه الى ثلاثة parts حاجة اسمها bars شكرا هنا اللي مكسور دي ده البودي اوف ذا سفينويد ونايم في الحفره دي الهايبوفيزيال فوس ده الانتيرو لوب بتويتري وده البوستير لوب بتاعنا والبوستير بتاعتنا بنسميها البارز نيرفوز خلاص والانتيرو لوب بتاعنا بيتقسم الى ثلاثه بارز حاجه بتسميها بارز ديستالس او انتيرو بعد كده في حته اسمها بارز انترميديا اسمها بارز انترميديا وحته من فوق كده صغيره بتلف حوالين الانفانديبولم او الستوك اوف ذا بيتويتري ده بتسميه الانفانديبولم او الستوك اوف ذا بيتويتري في حته بتطلع تلف حواليه كده تخنقه من
anterior pituitary بتسميها pars tuberales. اسمها pars tuberales. حد فاهم حاجة؟ يبقى لغاية دلوقتي البتويتري بتاعتك الانتير بتويتري ثلاثة بارتس اللي هم ديستاليس وتيوبراليس وانترميديو، واللي ورا بتسميها بارز ايه؟ نيرفوز. ماشي الكلام يا جماعة؟ واللي قدام دي كمان بيسموها ادينو هايبوفيسز، واللي ورا بيسموها نيورو هايبوفيس. فانكشنالي بتبقى البوستير بتويتري بتاعتك بتفرز تو هرمونز فقط لغير، اللي هو انتي ديوريتيك هرمون اللي بيشتغل على التيبيول اوف ذا كيدني، والاوكسيتوسين هرمون اللي بيشتغل على الماسل اوف ذا يوترس والماماري جلاند. الانتير بتويتري بقى بتطلع لك التي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيمولاتينج هرمون، بتطلع لك الاي سي تي اتش اللي هم ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي بيشتغل على السوبرارينال جلاند، بتطلع لك الاف اس اتش والال اتش اللي هم بيشتغلوا على اليوتينايزنج دي اليوتينايزنج هرمون والفوليكل ستيمولاتينج هرمون اللي خدناهم في اول السنه ساعه الاوجينيسيس والسبرماتوجينيسيس. وبعدين في عندك الجروس هرمون ده بيشتغل على كل البارتس اوف ذا بودي، وبعدين البرولاكتين ريليزنج هرمون، وفي الاندورفينز ويتش ستيمولييت او انهيبيت البيرسبشن اوف ذا بين. ادي البوستير بتويتري اللي بتشتغل سوبرا رينال علشان او التيبيول اوف ذا كيدني انتي دايوريتيك، وعلى اليوترس والماماري جلاند. الانتير بتويتري اللي بتشتغل على الثايرويد جلاند، وبتشتغل على السوبرا رينال، وبتشتغل على الماماري جلاند البرولاكتين، وبتشتغل على الجروس هرمون، وبتشتغل على التستس والاوفري في ال اف اس اتش والال اي اتش هرمون. بالنسبه للبلاد سبلاي اوف ذا جلاند، عارفين في حاجه اسمها الهايبوفيزيال artery anterior and posterior hypophyseal artery من الانترنال كاروتيد، والفينس درينج بتاعها بيبقى عن طريق حاجه اسمها انتر كافيرنس ساينس، كافيرنس يمين وكافيرنس شمال في انتر كافيرنس ساينس بين. نيجي بقى للديفلوبمنت بتاعت البيتويتري اللي انا المفروض كنت هقولها في 3 دقايق وامشي، بس اتكسفت لقيت نفسي شكلي هيبقى وحش. خلاص البيتويتري جلاند بتاعتك احنا قلنا ان هي بتطلع من تو سورسز، والتو سورسز اكتوديرمال ان اوريجين. ماشي، في واحد دلوقتي قال لي يا دكتور اكتوديرم ده مش بيبقى ريليتد اصلا للسكن، بيديك الابيديرمز اوف ذا سكن وبعد كده بيديك الحاجات اللي اتاتشد على السكن اللي هي الماماري جلاند، ويديك النيل ويديك الهير. البيتويتري جلاند جوه البرين خلاص، او جوه السكال عفوا، ازاي دي تبقى اكتوديرمال ان اوريجين؟ احنا هنا يا حضرات المستشارين الطلبه، مستشارين ايه احنا في محكمه، يا حضرات الطلبه، احنا قلنا المره اللي فاتت او سابقا قلنا ان الاكتوديرم بتاعي ده بيحصل فيه سيكننج في حته كده تعمل لك حاجه اسمها نيورال بليت، صح الكلام؟ والنيورال بليت بتاعتك دي تعمل لك النيورال جروف، والنيورال جروف ده الايدج بتاعته تعمل لك حاجه اسمها نيورال فولت، صح؟ بعد كده دي تقوم واقعه تحت وتقوم عامله لك حاجه اسمها نيورال تيوب، وحته تتقطع من جنبها تعمل لك النيورال كريست. حلو الكلام؟ دي عملت لك مين؟ نيورال تيوب وجنبها نيورال كريست. النيورال تيوب بتاعت حضرتك عملت كده، الابر بارت بتاعتها اتنفخت وعملت لك البرين فيزيكل، واللور بارت بتاعها تنو سلندر زي ما هو وعملت لك السباينال كورد. ماشي الكلام؟ برين ايه؟ فيزيكل من فوق والسباينال كورد من تحت. البرين فيزيكل دي بعد كده بيحصل فيها كونستريكشن وبيحصل فيها بيندنج علشان تعمل لك الثلاثه بارتس اوف ذا برين، بتعمل حاجه اسمها البروزين كيفالون، وحاجه اسمها ميزون كيفالون، وحاجه اسمها رومبين كيفالون، او بتعمل لك الفور برين والميد برين والهايند برين. الفور برين بتاعنا ده اللي بنسميه البروزين كيفالون بيتقسم لحاجتين، حتتين اتنين، حاجه اسمها السيريبرم وحاجه اسمها داين كيفالون.
السيريبرم وده ايه كفر. احنا جبنا حاجة من برة احنا ماشيين بالترتيب ده، احنا حتى جبناها من ايه، من عند السكن، من الاكتوديرم، نيورال جروف، نيورال فولد، مش عارف نيورال تيوب، بعد كده برين فيزيكل وسباينال كورد. والبرين فيزيكل بتاعتك ادتنا الفور برين، وادتنا الميد برين والهايند برين. والفور برين بتاعي بقى كده بيتقسم لحتتين، حته اسمها سيريبرم وحته اسمها داين كيفالون. ماشي الكلام يا رجاله؟ الكلام ده كله في الظهر من ورا صح، نيورال تيوب من ورا، وقدامها النوتو كورد. يعني احنا عندنا الامبريو بتاعنا لو كده، هنا الفور برين وكده هيبقى الميد برين وكده هيبقى الهايند برين، وادي السباينال كورد بتاعك خلاص. هنا كده هتبقى الجي اي تي بتاعتك ماشيه، جاسترو انتستينال تراكت ماشيه، وهنا كمان في حته بولجنج كبير قوي كده اللي هو البريكارديال ساك والهارت تيوب. هنا كده حته ممبرين موجوده بتبقى عند بدايه الهارت تيوب، بتبقى عند بدايه الجي اي تي. حته الممبرين اللي بتقفل الجي اي تي من فوق دي اسمها ايه يا رجاله؟ التيوب بتاعتك الجي اي تي مقفوله من فوق اورال ممبرين، ومن تحت بكلوكال ممبرين. مش دي اسمها اورال ممبرين، او كنا بنسميها اسم تاني يمكن ما عشان ما قلتهاش، اسمها ايه، باكو فارينجيال ممبرين، اسمها ايه، باكو فارينجيال ممبرين. هنا المدخل بتاع الجي اي تي قبل الباكو فارينجيال ممبرين ده بتسميه بريميتيف ماوس، اسمه بريميتيف ايه، ماوس. يعني دي الفور برين بتاعتك، وتحتها كده اهو فتحه صغيره فوق البريكارديال كافيتي بتسميها ستوموديوم او بريميتيف ماوس. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ ادي دماغك اهي، ده الفور برين ماشي، وادي مش تحت الاسكال على طول الماوس في ممبرين قافله خلاص. الممبرين دي باكو فارنجال ممبرين، لو شلناها هندخل على الجي اي تي. الحته اللي قبل الباكو فارنجال ممبرين دي بتسميها بريميتيف ماوس او ستوموديوم، بريميتيف ماوس او ايه، ستوموديوم. الفور برين بتاعنا في حته كده من ورا اسمها الداين كيفالون، ده سيريبرم وده داين كيفالون. البيتويتري جلاند بقى بتاعتك بتطلع ازاي؟ واحد يطلع من الروف اوف ذا ماوس، واحد ينزل من الفلور اوف ذا داين كيفالون. يعني ايه يا عم الدكتور؟ يعني حته تطلع من هنا كده وحته تنزل تقابلها من هنا كده، والاثنين يقوموا قابلين بعض يعمل لك البيتويتري. حته تطلع من الروف اوف ذا ماوس وحته تنزل من الفلور اوف ذا داين كيفالون. الحته اللي تطلع من الروف اوف ذا ماوس دي بيسميها ريسكاس باوتش، اسمها ايه، ريسكاس باوتش. والحته اللي تنزل من الداين كيفالون اسمها انفانديبولار بروسيس. لو ده الروف اوف ذا ماوس كده، ده الماوس كافيتي او ستوموديوم، وده الداين كيفالون.
من الروف اوف ذا ماوس ده شباب قلنا هيطلع لك ايه حته باوتش يطلع لفوق كده اسمه ريسكاس باوتش. واللي ينزل من الداين كيفالون اسمه انفانديبولار بروسيس. الريسكاس باوتش بتاعك ده هيكبر، ولما يكبر هيبقى بالمنظر ده كده. ويبقى ليه ستوك، ويبقى فيه كافيتي في النص، والانفانديبولار بروسيس بتاعك نازل كده. بعد كده الستوك ده هينفصل عن الماوس خالص ويبقى لوحده خلاص، يعني هو طلع وقام مقطوع والماوس قفل، الروف اوف ذا ماوس قفل، والانفانديبولار بروسيس هينزل من فوق. الريسكاس باوتش بتاعتك الانتيرور وول بتاعه هيكبر قوي، انتيرور وول بتاعه الحته دي هتتخن كده ويحصل فيه بروليفريشن عشان تعمل لك حاجه اسمها البارس ديستاليس او الانتيرور وول. والبوستيرور بارت بتاعه هيتن صغير زي ما هو ويعمل لك حاجه اسمها البارس انترميديا. الكافيتي اللي في النص ده المفروض بعد كده بيبقى اوبليتريتد وما بيبقاش فيه كافيتي خالص. من ورا ستيل، من ورا مين اللي موجود ان كونتاكت معاها؟ ها اسمه ايه يا رجاله؟ انفانديبولار بروسيس اللي نازل من الداين كافل. من الابر بارت بتاعت الريسكاس باوتش تطلع حته كده اهو، تقوم لفه حوالين اللاترال والانتيرور بارت اوف ذا انفانديبولار بروسيس عشان تعمل لك البارز تيوبيريلس، وده ديستاليس، ودي تبقى مين؟ انترميديا. البوستيرور او الانفانديبولار بروسيس بتاعي ده هيكبر ويعمل لك البارس نيرفوز، تعمل لك البارس ايه؟ نيرفوز. وهنا هيتنوا كونكتد للداين كيفالون او كونكتد للهايبوثالاموس بالانفانديبولم. بص المنظر ده، ده الداين كيفالون ماشي، ده هيبقى الروف اوف ذا ماوس ويطلع منه حته تطلع كده ابورد بروجكشن سميه ريسكاس باوتش، اسمه ريسكاس ايه؟ باوتش. الريسكاس باوتش بتاعنا هيكبر ويبقى فيه ستوك، الستوك بتاعنا ده هيقوم ديسابير، والريسكاس باوتش الانتيرور وول بتاعه يكبر قوي يعمل لك البارز ديستاليس، والبوستيرور وول بتاعه ما يكبرش كتير ويعمل لك البارز انترميديا، ويبقى فيه كافيتي صغير في النص. الكافيتي الصغير في النص ده بعد كده هيختفي تماما، وجزء تطلع من الريسكاس باوتش تلف حوالين الانفانديبولار بروسيس عشان تعمل لك البارز تيوبيريلس. والريسكاس باوتش بتاعتك ده اختفى تماما او انقطع تماما عن الروف اوف ذا ماوس. اللي نازل من فوق ده بتسميه الانفانديبولار بروسيس. كلمه ثيرد فنتريكل دي البرين جواها كافيتيز، البرين جواها كافيتيز، الكافيتيز دي بنسميها فنتريكل، اسمها فنتريكل، بتطلع سائل المخ اللي هو سي اس اف، بتطلع حاجه اسمها سي اس اف خلاص. فهنا الداين كيفالون بتاعي الكافيتي بتاعه اسمه ثيرد فنتريكل، من الفلور بتاع الثيرد فنتريكل او الداين كيفالون ده هينزل لك البروسيس بتاعنا اللي قلنا عليه ايه؟ انفانديبولار بروسيس، وتعمل لك البارز نيرفوزا. بص المنظر الجميل جدا ده،
دايما انا اقول على كل حاجه جميله جميله وانتم مش فاهمين حاجه. واحد بينام نوم رهيب فظيع فظيع نوم فعلا يعني. واحد بقاله سنه ما نامش. لا بص فعلا الانيميشن اللي جايه دي, بص الانيميشن الرهيب ده, ده الداينكيفالون وده الاستوموجيا. بص ده الريسكاس باوتش والانفانجيبلر بروسيس ينزل. شايف الريسكاس باوتش هيكبر وادي الستوك يقطع وتعمل لك ده الانتير بتويتري, واللي ورا دي تعمل لك النيورو ايه بتويتري او شايف, وادي البارس تيوبراليس تطلع تلف حوالين الانفانجيبلر. رهيبه صح. دي خلاصه الكلام كل اللي احنا قعدنا نقوله بقى لنا ساعه الا ربع نتكلم فيها. تحفه. تاني ده الريسكاس باوتش وده الانفانديبلر بروسيس. هتتقطع يعني حته من الروف اوف ذا ماوس دخلت الكرينيال كابت وتلف تيوبراليس حوالين الانفانديبلر بروسيس. ماشي. ده الاستوموديوم الماوس بتاعنا, ادي الريسكاس باوتش وادي الداينكيفالون. الداينكيفالون ينزل لك الانفانديبلر بروسيس وبعدين هنا يبقى في عندك الايه الريسكاس باوتش بيعدي من البون ويدخل في الهايبوفيزيال فوسا. افرض بقى في حته من الريسكاس باوتش وهي ماشيه من البون وطالعه اتحبست اتقفل. ها ما طلعتش اهي, وهي طالعه من الروف اوف ذا ماوس وداخله على الكرينيال كافيتي في الهايبوفيزيال فوسا اتحبست, تعمل لك حاجه اسمها ايه فارينجيال هايبوفيسس. فارينجيال هايبوفيسس يعني حته من البيتويتري جلاند تبقى في الفارينكس. حته من البيتويتري جلاند تبقى فين؟ في الفارينكس. بيسموها فارينجيال هايبوفيس. اه طبعا يعني ايه سبحان الله بيبقى لها مكان تمر منه وبعد ما تعدي تقوم ايه البون قافله. انما لو اتقفلت البوابه قبل ما توصل لها بيبقى تعمل لك حاجه اسمها الفارينجيال ايه هايبوفيس. مش كلام يا شباب. بعد كده في تيومر ثانيه بتطلع من البيتويتري جلاند اسمها الكرينيو فارنجيوما. والكرينيو فارنجيوما دي في حاجه اسمها الكرينيو فارنجيوما بتطلع من الريمينانت اوف ذا ريسكاس باوتش وطبعا بتطلع هرمونز وبتاثر على بقيه البوديز, ممكن تاثر على الرينال تيوبيول وتعمل دايبيتس انسيبيتس وممكن تعمل تاثر على الجروس هرمون وتعمل ايه جروس فيلير. خلاص. ناخد السوبرا رينال ولا نمتو؟ والله ما قلنا حاجه. ها طب انا ذنبي ايه؟ طيب ايش ذنبي انا يعني؟ ها عشان شرحت اناتومي مش كده؟ بص يلا انت وهو يلا. بس في جلاند راكبه فوق الكدني اسمها سوبرا رينال جلاند, صغيره جدا حاجه هايفه كده وعبيطه قوي اسمها سوبرا رينال جلاند. هي عبيطه في الحجم ولكن مهمه جدا للبودي, يعني ان السوبرا رينال جلاند دي بتبقى بتفرز هرمونز كتيره جدا. عندك رايت سوبرا رينال وليفت سوبرا رينال. الرايت سوبرا رينال بيبقى شكلها مثلث تريانجولار ان شيب, والليفت سوبرا رينال بتبقى شكلها سيمي ليونر ان شيب. ماشي الكلام. السوبرا رينال جلاند بتاعتك دي بتبقى عباره عن كورتكس من بره ومضله من جوه. من بره كورتكس من جوه ايه مضله. حبات شوكولاته حلوه كده اهوت كريسبي محشيه من جوه كراميل. تعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده؟ الكريسبي اللي بره ده الكورتكس, كراميل اللي جوه ده المضله. هي حبايه مقفوله فعلا كده شايف اهي. اللي بره ده كله
ده عبارة عن الكورتكس واللي جوه دي تبقى عبارة عن مين؟ الميدال. الكورتكس بتاعنا بتتقسم لثلاثة لايرز. الكورتكس بتبقى عبارة عن ثلاثة لاير، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة. كورتكس عبارة عن كام؟ ثلاثة لاير. جي اف ار، زونا جلوميريولوزا، زونا فاسيكيولاتا، اند زونا ريتيكولاريس. زونا جلوميريولوزا، زونا فاسيكيولاتا، اند زونا ريتيكولاريس. الزونا جلوميريولوزا بتاعتك دي بتفرز هرمون اسمه الالدوستيرون. الزونا فاسيكيولاتا بتفرز حاجه اسمها الكورتيزول. والزونا ريتيكولاريس بتفرز الاندروجين. انما المضله من جوه كاتيكولامينز اللي هو ادرينالين والنور ادرينالين او ابينفرين والنور ابينفرين. خدتوها في اي حته ولا لسه؟ لسه. يبقى انا اول واحد بقولها. تاني يبقى السوبرا رينال بتاعتك كورتكس من بره ومضله منين؟ من جوه. الكورتكس ثلاثه لاير، جلوميريولوزا وفاسيكيولاتا وريتيكولاريس، صح؟ الجلوميريولوزا بتاعتك بتفرز الدوستيرون، والفاسيكيولاتا بتفرز كورتيزول، والريتيكولاريس بتديك الالدوستيرون، واللي في النص المضله بتديك الايه؟ كاتيكولامينز اللي هم الابينفرين والنور ايه؟ ابينفرين. هنا بقى السوبرا رينال جلاند كورتكس ومضله ليها تو سورسز، والتو سورسز ديفرز فروم ايتش اذرز. الكورتكس بتاعتك بتطلع من حتة، والمضلة بتطلع منين؟ من حتة. الكورتكس بتاعتك بتطلع من الميزوديرم، والمضلة بتطلع من النيورال كريست. ما هي كاتيكولا مينز دي ابنفرين ونور ابنفرين، دولت نيورو ترانسميتر. فأكيد طالما نيورو ترانسميتر يبقى المضلة بتاعتك دي هتبقى ريليتد لحاجة نيرفس. ومن بره جلاند، جلاندولار ستراكشر بتسكريتس هرمونز ملهاش دعوه بالنيرفس سيستم، فهتطلع منين؟ من ميزوديرم. بتطلع منين؟ من ميزوديرم. طبعا السوبرا رينال بقى البلاد سبلاي بتاعها ثلاثه ارتريز، حاجه اسمها سوبيريور وميدل وانفيرو سوبرا رينال ارتري، وبتبقى دريند بفين واحد اسمه السوبرا رينال فين. الرايت سوبرا رينال فين هيروح على المضل على الانفير فينا كافا، والليفت سوبرا رينال هيروح على ليفت رينال فين. شكلكم زعلانين صح؟ زعلانين؟ ان شاء الله يموت اللي يزعلكم. نأجلها؟ ها؟ في النص هتقطع يا جدع اهو. هيضربوك. بص شوف ده كده ايه؟ ترانسفيرس سيكشن في البودي. هنا هيبقى عبارة عن النيورال تيوب. النيورال تيوب حواليها مين يا رجالة؟ قدامها نوتو كورد، والنوتو كورد قدامه الأورطة. ده الابدومينال كافيتي متغطي بالبريتونيوم، وفي حاجه اسمها الميزنتري اوف ذا انتستين، دي الانتست، وده الميزنتري اوف ذا انتست. في حته بتطلع هنا اهو اسمها يوروجينيتال ريدج. يورو جينيتال ريدج، يورو جينيتال ريدج دي اللي هتطلع منها الكيدني والجونادز والكلام من ده. ده اسمه ميزنتري اوف ذا انتست. ده نيورال تيوب ودي نيورال كريست، ماشي الكلام؟ في الحته دي بالظبط في الانجل اللي ما بين يورو جينيتال ريدج والميزنتري اوف ذا انتست، الميزوديرم بتاعك اللي هو اسمه السيلوميك ميمبرين او السيلوميك كافيتي اللي عامل اللايننج اوف ذا بريتونيوم، او عامل البريتونيوم اللي عامل لايننج الابدومينال كافيتي، هيحصل فيه بروليفريشن اوف ذا سيلز. تحصل فيه بروليفريشن هنا.
البروليفريشنز بتاعتك دي هيجي لها شوية سيلز من النيورال كريست، نيورال كريست سيلز كده هتميجريت وتروح عليها وتقوم عامله لها انفاجينيشن، تعمل لها ايه؟ انفاجينيشن، يعني هنا دي تتخن والتانية تيجي تقوم داخلة جواها. الشوكولاتاية هنحشيها بقى بالايه؟ بالكراميل من جوه. الكفرنج بتاع الشوكولاتاية الخضراء والكراميل الحشو بتاعها هيبقى الايه؟ الاحمر. يعني الميزوسيليال سيلز او السيلوميك سيلز هي اللي هتعمل الكفرنج من جوه، والنيورال كريست سيلز هي اللي هتعمل الحشو بتاعك. الكفرنج من بره، والايه؟ والنيورال كريست هي اللي تعمل الحشو بتاعك من جوه. يعني انت لو عندك دي كده السيلز بتاعتك ميزوسيليال سيلز او سيلوميك سيلز، هتجيلك النيورال كريست بتاعتك وتقوم داخله جواها. الميزوسيليال سيلز دي هتقوم عامله الكورتكس من بره كده، والنيورال كريست سيلز بتاعتك دي هتقوم داخله جواها وتعمل لك مين؟ ها حد معايا ولا انا مع نفسي؟ الميزوسيليال سيلز او السيلوميك سيلز تعمل لك الكورتكس، والنيورال كريست سيلز تعمل لك الايه؟ مضله من جوه. صعبه حاجه يعني؟ سهله جدا. بس السيلوميك سيلز بتاعتك دي بتطلع على مرتين، دفعه اولانيه تعمل لك حاجه اسمها الفيتال كورتكس، حاجه اسمها فيتال كورتكس، وبعد ما تعمل لك الفيتال كورتكس وتحوط المضله تطلع دفعه تانية وراها تعمل لك البيرمننت كورتكس او ادلت كورتكس. دي الادلت او بيرمننت، ودي اسمها الفيتال كورتكس. يعني هنا الجينيريشن او الجروس بتاعه الايبيثيليال سيلز او السيلوميك سيلز بتطلع على دفعتين يا شباب. ها زي شغل شغل الحلويات بتوع الحلويات والكلام ده، يحط كفر الاول لغايه ما تنشف وبعدين يقوم حاطط طبقه تانية. خلاص، يعني طبقه شوكولاته ولما تنشف يحط طبقه شوكولاته ايه فوقها. طبقه الشوكولاته الاولانيه دي الفيتال كورتكس، بعد كده الفيتال كورتكس بتاعتك تبدا تخس تنشف، خلاص هيلاقي الطبقه قليله يقوم مغطيها بطبقه ثانيه اتخن، بتسميها البيرمننت كورتكس. والفيتال كورتكس بتاعتك دي بتبقى فيري فيري ثين، والادلت بتاعتنا هي اللي بتتنها موجوده. ودي هتديفرنشيت بقى الثلاثه لاير اللي هم الجي ار اف اللي هم جلوميرولوزا وريتيكولاريس وايه فاسيكولات العكس، ها جي اف ار اللي هي الجلوميرولوزا والفاسيكولات والايه وريتيكولاريس. بص المنظر ده، انا هجيب الرسمه مره واحده. بصوا يا شباب، ده السكشن اللي احنا قلنا عليه، دي هتبقى عباره عن نيورال تيوب حواليها النيورال كريست، ده النوتو كورد وده الاورطة، والاصفر بتاعك ده اللي هو يبقى البريتونيال كافيتي او السيلوميك ممبرين، ده هتبقى الجي اي تي. الحته دي هتبقى عباره عن الميزنتري بتاعت الجي اي تي، هيحصل فيه سيلوميك ايبيثيليال بروليفريشنز، وهنا هيحصل فيه مايجريشن للنيورال كريست سيلز. النيورال كريست سيلز شايف هتمايجريت مايجريت لغايه ما توصل هنا، هتمايجريت لغايه ما توصل وتقوم ايه داخله وانفاجينيت هذه السيلوميك ايبيثيليا. كل النيورال كريست شايف المنظر دي هتبقى عباره عن السيلوميك ايبيثيليم، دي الكورتكس وادي المضله. المضله بتاعتك هتخش جوه انفاجينيت الكورتكس. الكورتكس الاولانيه بتسميها الفيتال كورتكس، وبعد كده بيحصل فيه مجموعه ثانيه او سكند ويف اوف بروليفريشن تعمل لك الايه الادلت كورتكس وتلف حوالين الفيتال، والفيتال بعد كده بيحصل لها ايه ريجريشن. يبقى هنا السوبرا رينال جلاند بتاعتك الاوريجن بتاعها 2،
ماشي، ميزوديرم و اكتوديرم. اكتوديرم يعني ايه؟ نيورال كريست سيلز. من الكونجنتال انوماليز بتاعت السوبرا رينال بيحصل فيه حاجه اسمها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. كونجنتال ادرينال هايبربليزيا لو حصل فيه اوفر سكريشن للاندروجينز، سلام ورحمه الله وبركاته، من السوبرا رينال جلانس بتعمل تشينجز في الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الميل والفيميلز. شايف المنظر ده؟ هايبرتروفي اوف ذا اكسترنال جينيتاليا للفيميل علشان في excessive secretion of the androgen من حاجة اسمها congenital adrenal hyper aplasia. ماشي الكلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله.